المراوغة عن طريق جولوجينو، ما زالت الخطورة وتسديد الجول. هدف أول لصالح المنتخب الروسي سلام عن طريق اللاعب ساميدوف عند الدقيقة 25 من عمر المباراة. فعل ساميدوف بعد السلسلة من الكرات والمحاولات والتسديدات، أولها كانت من سمولوف ضربت في القائم، والثانية كانت من ساميدوف زارت الشباك. جول روسيا افتتحت مجال التسجيل عند الدقيقة 25 من عمر المباراة التي يدفع بها إلى أن يرتفع مستواها أكثر. أول أهداف ألكسندر ساميدوف في هذه الكأس، هدف السادس مع منتخب بلاده. اللعبة كانت رائعة من ألكسندر جولودين، التوزيع في القائمة الثانية من هنالك يوروخيل لساميدوف وجول. غيليرمو أوتشو لم يقدر على كذلك. ميغيل لايون كوادرادو أولولا وسط رائع. شيتشاريتو مرة ثانية يلحق على هذه الكرة، كان رائع لكن فيبو انقذ مرماه من هدف. رجعت لي الخط الخلفي لعناصر المنتخب المكسيكي عن طريق اللاعب كواردادو. با 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 جول في منتهى الروعة. أراوخو يعدل النتيجة للمكسيك. المدافع المكسيكي عذب إيغور أكينفي بهذه الكرة، نعم عذبه بهذه الكرة وبهذه الرأسية عند الدقيقة 30 من عمر هذا الشوط الأول. فعلها المدافع أراوخو وسجل هدف التعديل بالرأس بكيفية من أروع ما يكون. عذاب بالنسبة للحارس كرة مثل هذه، شوف طلبها في القائمة الثانية، لم يكن هناك وضعية تسلل، خلاها ضربت في رأسه تقريبا. كرات هكذا ساقطة كمية صعبة على حراس المرمى، على إيغور أكينفيف وعلى مانويل نيير أو غيره. الرأسية رائعة جدا، جول التعديل. تمتع ب لاعبوه يتمتعوا ببنيات بدنية ضعيفة شوية يعني مقارنة باللاعبين الروس. أوبا با 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 جول لوسانو باغت الحارس أكينفيف ويسجل الجول الثاني للمكسيك. يا سلام على اللعبة ويا سلام على الكرة، هدف ثاني مفاجئ ومباغت للمنتخب المكسيكي في هذه اللحظة، اللحظات المبكرة من عمر الشوط الثاني. خطأ فادح بين الحارس ومدافعه وحيرة عند المدرب ستانيسلاف تشيتشيسوف. أعطونا الإعادة نشوف ماذا حدث، كيف خرج القط الصغير واستثمر في هذه الكرة وسجل جول. بعيدة تماما هذه الكرة من هيريرا، انطلق كسام من هناك. إيرفينغ لوسانو صغير المكسيك ومسجلا هدفا ثانيا، كرة طائشة بعيدة تماما. إيغور أكينفيف بالرأس، كان يمكن أن يكون خروجك موفق أفضل.